السلام عليكم، ريسبشن، may I help you؟ بطابع الضيافة الإسلامية تستقطب الفنادق العائلية زائريها بشتى أطيافهم وجنسياتهم، نمو متزايد لهذه النوعية من الفنادق وأعين تتجه للاستثمار في هذا القطاع المتنامي بالمنطقة لا سيما دبي، والتي يصل بها مجموع عدد الفنادق إلى نحو 198 فندقا، تشكل الفنادق ذات المواصفات الإسلامية منها نحو 49%. الفنادق الإسلامية هي إحدى المنتجات اللي بتتماشى مع تحول للاقتصاد الإسلامي، على سبيل المثال في دبي، فالمنتج دوت لازم يكون متواجد لأن ليه استثمارات وليه مستثمرين بيسعوا ليه، لأن في كتير من المستثمرين بيحبوا يستثمروا في قطاع السياحة ويرغبوا في الاستثمار في الفنادق الإسلامية أو في قطاع السياحة الإسلامي، وأيضا البنوك لأن ده استثمار جيد للبنوك، لأن البنوك ما بتقدرش تستثمر في الفنادق الأخرى. وقد حققت الفنادق الإسلامية والعائلية التي تحمل في مواصفاتها أجواء من الخصوصية وأسلوب الضيافة التي تتناسب مع القيم العائلية نسبة إشغال بلغت نحو 90%، الأمر الذي يدعم نمو حجم الاستثمار في هذا القطاع الفندقي الذي جاء شاملا لمختلف معايير الضيافة الإسلامية دون أن يقتصر على تقديم الطعام الحلال فقط. الفنادق الإسلامية ما بتعتمدش فقط على السياح العرب والسياح المسلمين، عندنا أكثر من 60% من نزلاء الفنادق من السياح الأجانب. كل ما أجي دبي أسكن الفندق هذا زين حق العوائل، مواصفات إسلامية. وقد استطاعت الفنادق الإسلامية الإفلات من ركود الأزمة المالية العالمية، وذلك باستقطاب السياح الذين زاد توافدهم على دبي والمناطق القريبة في ظل هذه الأزمة، الأمر الذي عزز من مبادرة دبي في سعيها لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي. مع الإقبال المتزايد من السياح على هذه النوعية من الفنادق ذات المواصفات الإسلامية، تنفتح أيضا شهية المستثمرين للاستثمار في قطاع الضيافة الإسلامية، والذي بات جزءا من التحول نحو منظومة الاقتصاد الإسلامي. خالد الملا، سكاي نيوز عربية، دبي.